مشاهدينا الكرام صباح الخير زملائي بالاستوديو. طبعا احنا اليوم في سوق الدوره الاثوريين، طبعا راح نشوف السوق نصبح على الناس نشوف حركه السوق اليوم، وتعالوا يلا خلينا ناخذ هاي الجوله. السلام عليكم. اول متحدث عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير عليكم. صباح النور. اهلا وسهلا بكم. احنا نريد شويه نحكي عن السوق. هلا بكم. والله السوق ماكو هالايام يعني فد مره صاير من ناحيه الشغل من ناحيه الرزق، يعني السوق قبل وين كان وهسه وين صار. قبل السوق كان خير من الله، شغل، حياه موجوده، يعني ناس تكثر. يعني المواطنين ما يتبضعون هاي الفتره؟ نعم، يعني بالذات احنا الاسواق الشعبيه ما دا يتبضعون يمنا، يعني تعرف هسه مولات انفتحت وهاي المجمعات وال يعني هاي المحلات هسه الجديده والرفوف والهاي الجام والهاي الشغلات، فيعني السوق هسه اختلف عن ايام قبل، مو نفس ايام قبل. ايام قبل كان شغل خير من الله، هسه السوق اندمر، لا مشتري يجي هنا، يعني شلون اقول لك، يظل يعني مو نفس ما يروح بالمواله وهاي، يجي من هنا يعني فد مره يظل يعامل وهاي الشغلات. شلون اريد نحكي اليوم على التعامل؟ طبعا احنا التعامل مالتنا هسه اذا بدي اشتري شغله من عندك هذا لازم اعاملك. اكيد شيء اكيد، وهذا شيء منتهي منه، بس فرق بين يجيك مشتري يقول لك مثل تقول له هاي حاجه ب 10 يقول لك ب 5 نص السعر، يقول لك اكو مشتري هذا شو يسوي له؟ هذا يجي يقضي وقت بس، يعني يجي هنا شو اقول لك يستفزك، هاي تقول له هاي الحاجه ب 15 يقول لك ب 7 ونص، تقول له هاي ب 10 يقول لك ب 5. شنو رايك نعاملك؟ عايز اشتري شغله. زميلي محمد سرمد تعال خطب للمحل حتى نعامله، حتى بك تشوف لك شغله تهم تشتريها. هلا بكم. زين احنا اليوم يعني هاي الموديلات كلها حلوه، يعني ما شاء الله، يعني سيه القهوه او سيه الكوابا ايش قد اسعارهن؟ والله مو سوى، يعني اكو هواي شغلات، مثل عندنا هاي تصاميم وموديلات، مثل عندنا هذا ب5 هذا ب6 زين هم رخيص، عندنا هذا ب7 هذا ب8 عندنا هي الشغلات هاي على 10 هاي على 10. انت حضرتك قديم هنا مو صحيح؟ اي نعم، من 2008 يعني اهل الفرفوري. اي اهل الفرفوري معروفين احنا ولد ابو محمد. عندنا هواي شغلات صواني، هاي شغلات منزليه العائليه، بس تعرف احنا يعني وخصوصا انه الاقتصاد هسه نزل، الناس هم تعذرها بنفس الوقت، الشغل ماكو، الحياه صعبه مو مثل قبل، الحياه يعني تعبت هم، يعني بعض الاحيان هنا نعذرها للعالم، العالم هواي اكو عالم تجي يعني على قد مقدورها، يعني حتى هواي شغلات، يعني مثلا ابسط شيء الكوابة او الكلاصات مثل تقول له 1000 ونص، اكو عالم مقدورها ما تقدر تشتري. انت هم تراعي هيك حالات؟ طبعا اي طبعا شيء اكيد، احنا هم نقدر عليه نسوي، هم ثم يقول ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. صحيح يعني نسوي نقدر عليه ويا العالم، والعالم هم تسوي ويانا، بس يعني قلت لك اكو بعض الناس تجي تقضي وقت هنا يمنا. هاي انت اكيد صار لك موقف. اي طبعا هواي مواقف يعني يجون، ابسط شيء ذاك اليوم اجاني واحد كان يقول لي هذا سيت الصوان الستيل بيج، قلت له ب30، كان يقول ايش دعوه رسيتين وما اعرف شنو هاي، قلت له عم احسب لك 25، كان يقول اريد 2 على 40 اذا تبيع لي عم داخذ، قلت له لا والله ما يصرف يعني ب20. اي يعني ب20، قلت له ما يصرف، هو فلوسه ما ابيع بفلوسه ما صرف لي، كان يروح اخذ له فرور ارجع، كان اوقف لي هناك كان شو يقول لي تعطيني لو اروح؟ يعني شلون مال واحد يعني مفضل عليك تعطيني لو اروح؟ قلت له لا حبيبي روح توكل على مال والديك، انت ما تقول لي تطلع لي قابليه قوه، يعني هواي مواقف لا شغله ولا شغلتين. الله يساعدكم، هو سوق متعب طبعا دائما. السوق متعب طبعا، والرزق هو متعب طبعا، اللي يريد رزق الحلال، رزق الحلال متعب، يعني مو جديده علينا، احنا متعودين على هالمواضيع. واحنا امر يعني نطلب من الحكومه من يعني توفر هاي، ترجع الحياه للسابق ان شاء الله، يعني هنا حياتنا كانت قبل ترجع الحياه اكيد ان شاء الله. احنا ايش نتمنى هذا الشيء، لان احنا قبل يعني كنا هنا الحياه حلوه، يعني ابسط شيء هذا المحل هذا كنا احنا بيه 3 وما تلحق على الشغل خير من الله، ونعزل ب 12 بالوحده، هسه نبقى للمغرب ماكو الشغل، حيل تعبان فد مره ان شاء الله هي شوف ازمه وتعدي ان شاء الله. احنا اليوم ناخذ حركه السوق، يعني طبعا شوف كل المناطق ان شاء الله، يعني احنا نتمنى انه الاسواق الشعبيه ترجع مثل قبل، ترجع لها متبضعين حتى هاي السيوله تمشي بين ان شاء الله. واحنا طبعا انا احب اقول لك صباح الخير. صباح النور. ابتسامتك كلش حلوه حبيبي، سلمى قدوة لعينك. اذا مشاهدينا الكرام خليكم ويانا بهاي الجوله و نفتر بالسوق نشوف اليوم احوال السوق اليوم.
طبعا اكو سوق ملابس، هذا السوق طبعا متنوع، السوق الشعبي دائما يكون متنوع جدا بحيث اي شيء ممكن تلقاه بهذا السوق. طبعا السلام عليكم. شلونك عيون؟ ايش اخبارك؟ الله الحمد لله. قولي لنا شو تبيعين بالبدايه وبيش حتى نعامل؟ بلاش للطيبين. خذ ول عمرك، خذ ول عمرك. شلون احوال السوق؟ والله تعبان كلش. هذا شوف هاي من الصبح لي هسه يلا 3000 بايع. الله يرزقك ان شاء الله. الله يسلمك. زين عندك يعني زباين يجون؟ ايش معروفه انت هنا بالسوق؟ كل محل لازم عنده زباين. اي معروفه بالسوق. اي الحمد لله صار لي 10 سنين. زين من خلال برنامج صباحي ومن خلال قناه التغيير لما تحبين تصبحين ما تروحين الدنيا صبح على كل العراقيين ان شاء الله. اللهم يا رب يفرجها ويشيل الغمه على هالامه هاي. هي هاي الدعوه نحتاجها. هاي هاي هاي, هاي الكاميرا. اللهم يا رب يرزقهم، يرزق أمة محمد إن شاء الله، يرزق يا الجميع يا رب، ويصفي هاي الغيمة على راسنا إن شاء الله تصفى ويرجع مثل قبل. ينزلون الورق شوية يباعون على العالم، هاي العالم التعبان هو من صعد الورق. بس إحنا مثل كليتنا إحنا مديونين بالشورجة، كل إحنا سدن بيع يعني مديونين للشورجة. يعني على باعتبار الفرق السعر القديم والجديد هيك صار؟ طبعا كل أثر وأثر على من على إحنا يعني الكسبة. الحمد لله والشكر ان شاء الله يا رب. اكيد اكو معالج لهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك ان شاء الله يا رب الله يرزقك. اذا مشاهدين الكرام حركه السوق طبعا هاي الفتره شويه تعبانه باعتبار انه هي حركه الدولار اللي صارت اخر فتره اثرت على هوايه ناس. بعدنا مستمرين ياكم مشاهدين الكرام، راح نشوفكم اجواء السوق لان الدنيا صبح والناس توها جايه تتبضع، فنحب نشوف حركه السوق. طبعا اي واحد يطب سوق السوق شعبي او سوق قريب على بيته او كذا يرتاح نفسيا باعتبار انه هاي عاده متوارثه من زمان، انه احنا لازم بكل منطقه اكو سوق شعبي يخص هاي المنطقه. السلام عليكم، شلون الصحه؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. شوف انا من زمان اريد اسال على بالك. ايه؟ واريدك تعلمني. انا من اروح اريد اشتري مثلا شغلات مثلا اصليه اقول تلقاها بالبالك. طبعا تلقاها بالبالك. متى جاي؟ صباح الخير. صباح النور. شلون صحتك؟ الحمد لله. نسولف على الوالد. ما تلقاها بالجديد. يعني ابدا يعني قطعة تلقاها ما في كلش. يعني قصدك البالة انه الشغلات الاصلية تحديدا مثلا اكو فد موديل معين تلقاها بس بالبالة ما تلقاها بالجديد. حتى بالجديد ما تلقاها نهائيا. ما تلقاها بالجديد ابدا. ابدا. زين شلون سوقك؟ فد نوع تعالي. واقع. بالمكمان لحد الان. يعني ممكن انه يعني الازمه اللي صارت مع الكورونا هي اثرت على السوق وجاي يعني حتى من انفتاح العظم حد الدولار انه السوق قاعد. انا اشكرك جدا وصباح الخير عليك. شكرا جزيلا. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام كلها تقول السوق تعبان، بس ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يرجع السوق مثل قبل، ترجع الناس تتوضع، ترجع الكسبه خطيه يشتغلون. هاي نقول مو مناشدة إنما أكيد راح ينعرض تعرض هذه الصورة وبلكت إن شاء الله يا ربي أكو حل بالأيام المقبلة. شكرا جزيلا لكم وهاي عودة للاستوديو. شكرا لزميلنا عمر كريم لإعداد هذه الفقرة الجميلة، وأكيد شاهدنا واستطلعنا كيف هي أحوال السوق في منطقة الدورة وبالتحديد في سوق الآشوريين اللي هو يعتبر من الأسواق الشعبية المهمة. ويا ناس ممكن اليوم لما تتوجه إلى مكان معين أصبحت ما تلاقي الأمور والشغلات اللي ممكن أنه تحتاجها بالبيت في الأماكن الراقية، ممكن بس بالأماكن الشعبية راح نلقى كل ما في متناول الجميع وكل الأمور اللي نحتاجها منزليا. لذلك اليوم حتى الأسواق الشعبية تكون أسعارها واطئة الكلفة أو متوسطة، لذلك هي اليوم كل إنسان ممكن أنه سواء كان متمكن ماديا أو ميسور الحال أو ممكن حتى لو كان من الطبقة البسيطة ممكن أنه يتسوق كل احتياجاته من المناطق الشعبية. لكن ما أثار موضوع آخر زميلنا طبعا عمر في هذه الجولة أنه موضوع العملة اللي موجود عند العراقيين، ممكن إحنا اليوم ماكو واحد بينا يتوجه لشراء شيء معين إذا ما يعامل عليه طبعاً. حتى لو كانت الحاجة رخيصة مسعرة أو غالية لازم مسعرة. نعم أكو مثلا الأماكن أنه تكون بها مسعرة الحاجة، أنه ماكو هو سيستم يعني مستحيل أنه يقدرون يسوون ديسكاونت بها، بس إحنا العراقيين معروفين بهاي السالفة وأنا وحدة منهم.
كل احنا ما اقدر اي بالجديات يعني احس انه مو هي المشكله شنو هسه يقولون لك واحد دخل على مكان يعني اسف للمقاطعه فعامل على شغله قال لهم هاي ايش قالوا له بربع قال له يصير ببلاش يلا ايه هي ما لها مجال لازم يكون اكو معنا لا لانه احنا تدري شنو هسه صارت الشغلات موجوده الكواليتي واكو الكوبي من عندها نعم ففرق السعر ما يميزون بها تقريبا العالم اكثريته انه ما يميزون بين الكواليتي والكوبي لهذا احنا بدنا ننتج لا والله انا لقيته بهذا المحل ارخص من عندك فهاي الشغله تدفعنا على انه نعامل البائع وننزل وياه بالسعر واني مستحيل اطلع من مكان اذا ما اكون معامله حتى ابو التاكسي زين لازم اكو معامله بالموضوع اضافه لهذا والله اني عامله ابو التاكسي اضافه لهذا احنا شنو عندنا سالفه الحلوه بهذا السوق انه هو سوق شعبي جدا احنا كلياتنا نحب الاسواق الشعبيه اكثر من الاسواق او المولات تقريبا نعم. ياسر صرنا نتوجه لهاي الاماكن مثل ما ذكرت انه اسعارها شوفين انه الحياه بسيطه بهاي الاماكن بالضبط خاصه هي هاي الاسواق يحتاج لها الواحد ينزل من الصبح لانه متفرعه ملابس اغراض منزليه كل ما تحتاج انه راح تلقى له بالضبط مثل ما قال زميلنا عمر انه بكل منطقه لابد ما يكون اكو سوق شعبية. يتسمع لها وهي هاي السمية بسوق الآثوريين كون وجود كنيسة للآشوريين المسيحيين اخواننا المسيحيين موجودة هناك وهي تابعة للشموني المسيحي طبعا لهذا السبب سمي بهاي الأسواق بهذا الاسم